السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل قليل هذا المشهد رأيتموه، صورته في أحد الأماكن لأناس جزاهم الله خير حريصين لكنهم أخطأوا. طبعا الصلاة جماعة لا شك أنه مأمور بها، لكن في هذا الحال ولي الأمر أمر بإغلاق المساجد، فالشيء الذي نهى عنه ولي الأمر في المسجد هؤلاء فعلوه، ونسأل الله عز وجل يتقبل منهم، لكنه خطأ. نحن في حالة وباء، أمر الناس بالتفرق وعدم التجمع، فلذلك لا بد من الانصياع لهذا الأمر أحبتي الكرام. فلذلك الأمر ليس اجتهاد وليس الأمر حماس ولا إثبات وجود. بعض الناس يقول ترى مجلسي مفتوح تعال تجمعوا عندي، بعض الناس يقول ترى محلي مفتوح، بعض الناس يروح يجي يشتري فرشاته يفرشها في الشوارع الأرصفة ليجمع الناس، هذا خطأ خطأ. اليوم لابد من التفرق، لابد كما يقال اجلس في بيتك، السلام نظر. كل هذه الكلمات من ولي الأمر فقط للقضاء على هذا الفيروس، لأنه ينتشر في التجمعات بسرعة ولا بد من الامتثال. الشيخ صالح الفوزان العلامة حفظه الله أتاه شخص وأراد أن يسلم عليه، فأبى الشيخ أن يمد يده، فقال يا شيخ لما لا تصافح؟ قال للعدوى وطاعة لولي الأمر. فالأمر طاعة لله عز وجل، وديانة يدين الله العبد بها ربه سبحانه وتعالى، فعلينا أن ننقاد لمثل هذا الأمر حتى يجلي الله الغمة عن الأمة ولا يقف هذا المقطع عندك، فلنتعاون جميعا على تنفيذ هذا الأمر. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.